ده كلام رائع يا فندم، لكن ماذا يحدث في الوسط الرياضي؟ لا، ما يحدث في الوسط الرياضي هنا بقى هنقف، وانا يعني تسمحوا لي وجماهير النادي الاهلي ويعني واعضاء الجمعيه العموميه، يمكن انا هتطرق لحته سياسه لانها بقت اصبحت كلها ملتفه حول بعضها لحين كافه المؤامرات التي تحاك ضد جمهوريه مصر العربيه، مصر القويه بمؤسساتها، تنتهي ان شاء الله على خير. وده ثقه في الله سبحانه وتعالى وثقه في القياده السياسيه اللي موجوده. طيب حضرتك عايزنا نبدا من سنتين فاتوا وكميه اللي حصل خلال السنتين اللي فاتوا، ولا اسيب لك انت البدايه؟ اللي انت عايز. انت هبدا انا معاك النهارده بمنتهى الصراحه. بالنادي الاهلي باسلوب النادي الاهلي طبعا، بنوصل رساله للناس اتمنى اللي هي يكون مفهومها يوصل في النهايه يعني. فانت عايز تبدا زي ما انت عايز. خلينا نبدا يا فندم بان النادي الاهلي خلال السنتين اللي فاتوا بيتعرض الى حملات ممنهجه ومنظمه، كيف تعامل النادي الاهلي ومجلس ادارته ومسؤولي التنفيذيين في هذا الموضوع؟ انت بقالك سنتين ونص النهارده، وبرده مش عايز اقول سنتين ونص لان كانت ما قبل السنتين ونص برده، ونرجع تاني برده لفتره يعني مجلس كابتن حسن ومجلس كابتن صالح، ولكن هي ابتدت بتعلى في مجلس كابتن حسن، وده نتيجه اللي انت يمكن من 2002 ل 2014 النادي الاهلي عمل طفره اداريه وطفره رياضيه وطفره عالميه في مستوى الرياضه وبالاخص كره القدم طبعا، لان هي دي اللي تهم الجموع، والنادي الاهلي نادي كوره، بالاضافه الى الالعاب الاخرى. نعم، اللي النادي الاهلي برضو وصل فيها للعالميه. فانت النهارده النادي الاهلي انت خمسة، ولم يقصر دائما في الاهتمام بباقات الالعاب. الحمد لله. انت النادي الاهلي النهارده خمسة كاس عالم، وهو ده كان التارجت الاساسي لمجلس اداره النادي الاهلي كابتن حسن حمدي بدايه من 2002 حتى 2014. ما قبلها كان كابتن صالح سليم، النادي الاهلي كان بطل واتكرم اللي هو نادي القرن ببطولاته القاريه ببطولاته المحليه دون مجاملات طبقا لمعايير